نادي حمام الأنف أولمبيك سيدي بوزيد الصعد حديثا إلى الدوري إلى البطولة المحترفة في الدور الأول متاعها. عشنا أجواء المباراة مع سيدي بوزيد، خاصة اللي يعيشوا في أجواء جديدة في دوري العضواء يعتبر بالنسبة لهم هما، وملخص المباراة جمعناهم كلهم الأجواء والملخص في التقرير هذا يوم بعد راجعين. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet. Morning with you. Dur bana da. Nikola para yemin ediyorum baba. Yürü gitme malum diyor. فردوا في مخيمة فردوا في مخيمة هيك ان شاء الله ان شاء الله نفرحوا بوزي كاملة وهذاك ومع المزود هذا ان شاء الله جونا حفالي سولو الأولمبي الشعبية ولاد الحومة الشعبية قاموا بشترينا قاموا بشيفتر ولا راهو سي توفيق نحمنا شهريتنا الكل رم وجهك في حاله كي من الزوز رانا ثلاثه حبيبي ابرل صاحبي هذاك ود شمبرتي وان شاء الله عام باهي السنه ان شاء الله نفرحوا جمهور سيدي بوزيد هذه اهم حاجه سيدي بوزيد ان شاء الله ربي معاك كلك يا دراغون عليا ليا فون يا بر يا بر يا بلون كيف كما يدبرش حتى كيفيح من الكيب الاخرى اللاعب في التيران يمشي ويدوي باش تصوروا الكاميرا نادي حمام الأنف نجم أولمبيك سيدي بوزيد أول عناوين موسم الكروي الجديد أصحاب الدار لضمان بداية واعدة والزوار على موعد مع التاريخ لأول مرة بلوك الرابطة المحترفة الأولى لكن أرضية الميدان حالها رثة أرضية يندى لها الجبين العائق الكبير هي المسؤولين اللي موجودين معناها في المندوبية الجهوية بالشباب والرياضة وإن شاء الله يصلحوه في أقرب وقت ممكن فما تقصير كبير في المدارج في الصيانة في كل شيء والبلدية ضعيفة بيكون ما عندناش بلدية في حمام الأنف ونحن تابعين نعتبره تابعين البلدية وإذا تابعين البلدية رانا باش نتلاشاو وممكن حمام الأنف تندثر في جرة البلدية هلا غالب فجأنا من الجامعة إن شاء الله ربي يهداه ولا اللي عمل لومبلوان تاع الماتشوات يوخر شوية باش أي تيرا تزرع معروف أي تيرا راهي تزرع توا أي تيرا في تونس كاملة تزرع توا الشاي غذائي على الأقل يوخروا فيها حتى 10 15 جنيه تشد بلاصتها الهمامة تبادر بالهجوم المليتي ينفذ ركنية بالرمضان يفتح شباك الزوار باليد الحكم محمد شعبان بالمرساد يرفض الهدف وينظر اللعب أرضية الميدان عطلت كثيرا نسق اللعب من الجانبين حتى الفينيش لم يكن جيد وتصويبة خالد المنصور من الضيوف أكبر دليل فريمون في 2015 نكورو في التيرانات كيما كي ماكش تلقى فوليوم دو شو قوي ماش تعدى في التلفزة تفرج علينا عباد في تيران كيما كي وطالب جوارات باش تعمل لك الروندمون ما نتصورش 22 دقيقة عمر الزكري حضر المليتي الكرة تصدم بمدافع الضيوف المطالبة بضربة جزاء والحكم يأمر مواصلة اللعب بعده بدقيقة كرة طويلة في عمق دفاع الأمهامة وصفاقسي في وضعية انفراد يكتفي بمتابعة الكرة بالعين نادي الضاحية الجنوبية عوار الكرة الثابتة الشعار ينفذ مخالفة العياري في التصدي والكرة الثانية المليتي يخطئ الشباك المحليون من جديد في الهجوم بنظيف الله يبدأ العملية إلى الزكري يستعرض مهاراته يحضر إلى المليتي والبقية كرة جانبية والشوط الأول يوفى بالتعادل أصفر الفترة الثانية تنطلق بسيناريو غير صار الأخضر والأبيض
خلدون منصور يجبر برمضان على ارتكاب المحظور انتيجة انذار ثاني واقصاء لمدافع الهمامة. 67 دقيقة هفوة دفاعية من الضيوف، محمد علي المهذبي لم يحسن التعامل مع الكرة. هجوم الهمهامة يسرع المرور من محور دفاع سيدي بوزيد والعياري يتصدى بثبات لمحاولة إيزاكا. 7 دقائق على النهاية، لعديبي يهدي المهذبي كرة على طبق وتوتو بارتماء جميلة يمضي على أول أهداف الموسم وسيناريو جديد للمباراة. يركزوا كان مع التويل باش يضربوا لي بالاريتي ويسيبوا القصار، انا قسيت وجيت في الوقت تايمينغ صحيح. ما تبقى من عمر المواجهه لم يشهد الشيء الكثير، نادي حمام الانف تصرف بذكاء ونجم اولمبيك سيدي بوزيد لم يكن جريئا في الهجوم لينتهي اللقاء بفوز ثمين للمحليين وهزيمه قاسيه للزوار. ما قلتش بينك وبين روحي يا ليتني جزفت كما معين الشعباني، ربحت اليوم شنو باش نجازف معناتها ناحية ديفونسير ونزيد اتاكون. جازف وقت النادي الرياضي الحمامي كان منقوص كنت تلعب الهجوم. ما ثمش مجازفة، ثم بلاسمون تكتيك بتاع ملاعبية وثم شيما تكتيك الأول اللي خدمنا به هو اللي كملنا به. ما حسيناش حتى لحظة اللي احنا نلعبوا بعشرة. مجهود جواريت نشكرهم عليه، عبيوا البلاصة الفارغة. وجو بونس هذيك البوان فور نتاع الجروب نتاع حمام الأنف اليوم، سوليداريتي. جروب صغير وخدام ويحب بعض وهذاك الليسونسير. نجم سيدي بوزيد كان يتمنى انه يمشي الحمل في يروح بثلاث نقاط تعتبر ثمينه وتعتبر كذلك مشرفه بالنسبه ليه وعندها رمزيه بالتاكيد عن الجماهير نتاعو، لكن ما كانش هذا هو السيناريو اللي حصل على ارض الواقع. حمام الانف هو اللي ربحها على ارضه بواحد مقابل صفر. شنو رايك سفيان الحيدوسي؟ المباراه كان السقم نتاعها بطيء شويه هي بصراحه. اكيد قبل المباراه لازمنا نعرفوا حاجه على الشامبيونان نتاعنا وعلى البريباراسيون نتاع ليزيكيب كيفاش بدات. عندنا جمعيات تلعب كوب دافريك، عندنا جمعيات كوب دو تونيزي وعندنا جمعيات ماهوش مشاركين لا كوب دو تونيزي لا كوب دافريك. دونك لي زيكيب نتاعنا متقسمين ثلاثه، اللي لعبوا كوب دافريك فيهم اللي لعب الكوب وسقط وقعد يلعب في كوب دافريك، وفما جمعيات عملت البريباراسيون نتاعها معناتها 6 سيمين و 7 سيمين، وفما جمعيات عملت البريباراسيون ولعبوا الكوب سقطوا وعاودوا ان دوزيام بريباراسيون واحد اخر. كي راهو الجمعيات ساعة ما يلزمهاش فريق سيدي بوزيد ما يلزموش يخجل، ساعة أول مباراة في الموسم. فريق سيدي بوزيد عنده 14 أو 15 لاعب معناتها ريكروتي، معناتها الناس يحب لها أربعة أو خمسة مباريات باش يتعمل أوتوماتيزم. مدرب يذولي قام معناتها أنا شخصيا معناتها شفت المباراة وما كنتش نتصور سيدي بوزيد باش تكون في المستوى اللي لعبت به على المشاكل اللي كنت نعرفها بالملاعبية خذوهم في الاخر من كل شيء، معناتها كانت فما مشاكل كبيره في الفريق. ريت المباراه معناتها فنيا فريق سيدي بوزيد وقف مليح على الارضيه نتاع ميدان معناتها اللي قاعدين نراو فيها، معناتها فنيا المباراه كانت متوسطه ما نجموش نحكموا عليها. بتات لي دو زيكيب معناتها لعبوا ميم سيستيم 4-2-3-1. ريت شوبين معناتها كيما زكري كيما المهذبي كيما العبيدي كيما ظهير الشمال اللي دخل بلاصه برمضان في النادي الرياضي اللي حمام الانف معناتها لاعبين ممتازين. ما نجموش نحكيو فنيا برشا على المباراه ولا فريق ناقص وسيدي بوزيد شبيه ما دخلش اتاكون باش يمارك. ديجا انا كريت سيدي بوزيد فيزيكمون اللي واقف وحاضره وكملت المباراه اون بليس في البريباراسيون سي يوسف يعرف فما فريق كل واحد يعمل البريباراسيون نتاعو، فما فريق جيت لقاه لي ماتش اميكو لعب 10 و12 دونك من اول مباراه تلقاه جاهز 2 3 ومن بعد باش ينزل شوي. فما فريق يعمل لك أربعة خمسة مباريات ويبدا معناتها المباريات نتاعو في نسق تساعدي من مباراة لمباراة، دونك كل مدرب بالأخص المباراة الأولانية كل مدرب كيفاش عمل نوعية التحضيرات نتاعو أول مباراة. هنيا النادي الرياضي اللي حمام الأنف معناتها بالنقطة وما يلزمش فريق سيدي بوزيد يخجل من المباراة هذيا. جاتو بتات الأنترونور معناتها الأسعد معمر فما وقت اللي فريق حمام الأنف ناقص فما أربعة خمسة دقائق مسك بزمام الأمور وحب يسجل هدف بالعكس، والهدف اللي قبله ما تقبله على مخالف ما يلزمهمش يخجلوا. أول مباراة في الموسم فريق مازال كيساعد عنده جماهير نتاعو مازالت عنده مباريات ويقدر فيها عنده لاعبين مازالوا ماهمش كاليفي. نادي حمل الأنف كنت نتصور باش راه المردود نتاعو أحسن من هذا خاطر عام بريباراسيون كبيرة ولعب دومي فينال معناتها لعب لانكار دومي ديجا كومبيتيتيف الملاعبية نتاعو. اهم حاجه قاعد نرى فيها في الشامبيونان نتاعنا هو ناخذوا لاعبين محترفين ومش قاعدين يلعبوا، معناتها كي راه في حمام الانف
لاعبين محترفين وفي البنك ولا في فرق اخرى، معناتها نقطه استفهام. هذا هو معناتها اللي ريتو في المباراه وعلى المباراة. احنا باش نمشيو معاك سي يوسف الزوي، محضرنا انت اناليز المباراه هذه، لكن قبل هذا خلينا نذكر المشاهدين نتاعنا انه يمكنهم التواصل معنا، هي هما ديجا قاعدين يتواصلوا معنا، لكن نذكروا انه عندنا صفحه رسميه على الفيسبوك الاحد الرياضي، ممكن تتواصلوا، ممكن تطرحوا الاسئله نتاعكم ولا ردود الفعل نتاعكم، ممكن تطرحوا اي سؤال على الموجودين معنا من خبراء ومحللين. ونرجع لك سي يوسف الزوي، ايش حضرت لنا على مباراه حمام لنف وسيدي بوزيد؟ سفيان تكلم شاف المباراه من الناحيه الفنيه، انا شفتها من ناحيه الستاتستيك احصائيات، والاحصائيات يعطيك المستوى نتاع اللعب. اكيد الاحصائيات تعطيك مستوى نتاع اللعب. اولا ساعة كلمه على الميدان اللي هو وقال المسؤول على الميدان، يقول لي 15 يوم اخر والميدان يولي احسن زرعانه تو. طيب هنا هو معناها ملاحظه، لان حمام نلف فريق يمتاز باللعب الفني، يعني قيمه الفريق نتاع حمام نلف هو فنيا ويلعب مع الكور القصار، يعني لي باس كور، وخاصه عندهم لاعبيه كيما زكري وكما حتى مهذبي يلعب القصير بطبيعه الحال، ومقابله يلعب مع فريق اول مره يطلع للممتاز اول مره. معناها هذا معناها في تصورات المدرب شو يقول الفريق هذا اول مره باش يجي، وكما قال سفيان فما تاخر في بدايه التحضيرات نتاعو، ومعناها وانت دب عده ملاعبيه، الاسلوب اللي باش يلعب به هو باش يسكر وباش يلعب المهاجمات المعاكسه. بطبيعه هنا حمام نلف شو تطلب؟ تطلب ميدان ينجم يلعب فيه الكره، والميدان هذا ما ينجمش يلعب فيه الكره، ولعب معاه لعب مقابله سابقا مع الترجي رياضي تونس، ولو حتى فاز ما فماش كره، ما ينجمش يلعب كره. معناها 15 يوم كان يلعب خارج الميدان نتاعو ويكسب المقابله ويكسب الميدان نتاعو للمستقبل، وبغير ما يتحط في مشاكل نتاع حتى الورقه الحمراء. علاش جات الورقه الحمراء؟ اذا نشوفوا الاحصائيات. إذا نشوفوا الإحصائيات. الإحصائيات كانت تعطينا الإحصائيات فيما يخص امتلاك الكرة. امتلاك الكرة فما 90 دقيقة عندنا. صحيح؟ في مقابلة 90 دقيقة. معناها الامتلاك الكرة 45 دقيقة. معناها 45 دقيقة ما فماش كرة. فماش كرة، معناتها من 90 دقيقة 45. ما فماش كرة. الفريق سيدي بوزيد 19:52 ثانية. وبالنسبه للنادي حمام الالف 25 دقيقه، معناها من قيمه 90 دقيقه لعب. هذا ايش تفهم هنا؟ تشوف اللي فما لعب مباشر هنا، يعطيك اللعب المباشر، هذه الاحصائيات فيما يخص يعطينا اللعب المباشر. المباشر هو يعطيك ثنائيات والثنائيات هذيا ينجر عليها المخالفات ونجر عليها الـ 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 كل ما هو حتى جماليه اللعب ما تلقاهاش والسلاسه نتاعها. وهنا نربط انا الزوز مدربين اش قالوا. معين شو يقول؟ يقول ب10 ملاعبين وما حسيناش النقص. بطبيعه الحال اذا تلعب المباشر ما تحسش النقص، وقتاش تحس النقص؟ وقت اللي انت يولي المنافس نتاعك يقدر يشد الكوره، ويولي 2-1 3-1 تظهر اللي انت، لكن هذا اللعب المباشر بطبيعه الحال. كيف بالنسبه للاسعد؟ بالنسبه لا معمر، كيف ما عندوش امكانيه باش يضيف لاعب في مستوى هجومي، لان ماهوش قادر باش يمسك بزمام الامور، ماهوش قادر، قعد اللاعب يمشي المباشر، والهدف بجاء على ضربه ثابته اللي هي على الاطراف، واللي هو كره عكسيه، وهنا الدفاع المايل اللي بالفرنسيه لا ديفونس اون دياغونال. من السنه الفارطه عندنا مشاكل كبيره ياسر على مستوى كل الفرق فيما يخص الدفاع المايل، هو لا ديفونس اون دياغونال. وكما قال اللاعب مهذبي مش خطره قصير ماركاها، لانه هو كان في التايمينج الهجومي، التوقيت الهجومي كان اسرع واثبت وفايق من التايمينج الدفاعي بالنسبه للاعب المخضرم. اللاعب المخضرم اللي هو لاعب ظهير ايمن اللي بن عمر هكا، لا مش بن عمر
بن عمر اللي كان ايمن بن عمر ايمن بن عمر اللي هو مخضرم معناه مهذبي مش خاطره طويل ومش خاطره قصير كان حاضر اكثر في الـ في الـ في, الـ في التايمينج باش نجم هو هنا كان تشوفوا على مستوى هنا نشوفوا شوف اللعب وين اكثر مركز وين اكثر مركز في وسط للفريقين معناه يلعبوا ديما في الوسط الميدان مع في اللكس وهذا اللعب المباشر اللعب المباشر ما يعطيك جمعية اللعب ما يعطيك شريط وما يعطيكش التفوق العددي اللي تحب عليه أنت وهنا بطبيعة الحال الفريق اللي كان أكثر واقعي كسب بالمقابلة اللي هو حمام الألف خلى خارج ميدانه وهنا شاطر سفيان يقول سيدي بوزيد ما يزمنش تخشل من 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 الهزيمة هذه على كرة ثابتة خسرت المقابلة والمستقبل قدامها سليم الجديدي مباراة فيها هدف فيها بطاقات صفراء وفيها إقصاء زادة شو اخترت لنا منها على مستوى الموفيولا واضح كيف بعض معطيات تخص الحكم محمد شعبان مع زوز فرق بالنسبة محمد شعبان مع حملنف عملناه السنة الفارطة عمل لها زوز مقابلات واحدة في حملنف وتعادل فيها واحدة خارج حملنف ونهزم فيها بالنسبة سيدي بوزيد عمناه ما عندناش معطيات بيسك سيدي بوزيد موجودة في الناسيونال بي بالنسبة للمخالفات اللي اخترناها معنا ستة مخالفات نشوفوها المخالفة الأولى شوفوا كيفاش فما تاكل فيه تهور فيه تيميريتي الساق مهزوزة ماهيش في الجازون والانذار يستدعي نفسه مخالفه مع الانذار بالنسبه للقطه الثانيه هنا فيها تثقيفيه اكثر لمحمد والحكم محمد وزملائه كيف باقي يعملوا فيها الاخطاء هذه نشوف وقت التمريره نتاع وقت اللي باش تهز الكره وقت السونتراج الكره محمد شعبان مازال قاعد يغزل للكره قاعد يغزل اللي باش يشوط الكره وغاديك راهو جينيرالمون ما يصير حتى شيء غاديك حتى كان اللي باش يقذف الكره يعمل مشكل فما حكم مساعد يقول له المفروض محمد يكون في الدومي سيركل يكون بحذا اللاعبين معناتها غاديكا كان فما جذب ولا دفع ولا حاجه يكون غادي موجود وماذا بينا يتكلم وقت اللي تتهز الكره. بالنسبه للقطه الثالثه كيف محمد شعبان من الطف الله وقت اللي هز الكره باقي يغزر هو اللي شاط الركنيه شوفوا كيفاش يغزر الركنيه غاديكا من الطف الله اللي معناتها من بعد خلط وشاف اللاعب تاع حملنف اللي يلعب الكره بيده ولهنا لمسه اليد موجوده مع الانذار وهدف غير شرعي. نصيحة معناتها لمحمد والزملاء معناتها وقت تشات الكرة ماذا بينا ما يغزروش الكرة يغزروا معناتها وين التمركز نتاع اللاعبين باش يعزوا أكثر ويتكلموا أكثر باش الناس تنحي ايديها معناتها. بالنسبة للقطة الرابعة مطالبة ضرب الجزاء لهنا نشوف الكرة كيفاش تهز اللاعب يديه في بدنه بوسيون ناتوريل تاع اليد الكرة تمس في يده صحيح أما يده موجودة في وضع طبيعي ولا وجود للمسة يد ولا وجود لضرب الجزاء. بالنسبه للقطه الخامسه نشوفوا شادلي شعار عنده الكره نحييه بالمناسبه يلعب الكره ومن بعد يلعب ساق المدافع شوفوا كيفاش يلعب الكره ومن بعد يلعب ساق اللاعب تاع نجم سيدي بوزيد حسب اعتقادي انا فهم مخالفه مع الورقه الصفراء. بالنسبه للقطه الاخيره نشوفوا هنا كيفاش هجوم فما مخالفه فيها اهمال ما تستدعيش الصفراء اما بويسك هي اتاك بروموتوز معناتها هجمه واعده دونك تولي معناتها الصفرة مستحقة والصفرة هذيك هي الثانية وبالتالي ورقة حمراء. لهنا باش نعملوا رومارك محمد ماذا بينا وقت اللي باش يعطي الأوراق معناتها ما يعطيش بظهره يبعد شوية باش ما تصيرش الحكاية هذيك شوف كيفاش يجبدوا من المريول ومنظر الحقيقة غير لائق معناتها فهمني كيفاش لاعب يجبد في حكم معناتها من المريول الحقيقة ماذا بينا ما نشوفوهاش في الملاعب نتاعنا ونصيحة لخويا محمد معناتها يعطي الأوراق نتاعو يبعد على اللاعبين يجبد الورقة نتاعو في عقله وما مزروبة على حد شيء وياخذ وقته الكافي معناتها. هذا شعرنا في المقابلة هذه. هذا شعرنا به. حبيت نسألك سؤال سليم.